في عمر الست سنوات يكون الأطفال على دراية أكبر بمشاعرهم ومشاعر الآخرين، ويبدأ بتطوير أساليب أفضل للتحكم بالذات. نستعرض من خلال هذا الفيديو بعض الأنشطة التي تساعد طفلك في عمر الست سنوات على التعرف على مشاعره والتحكم بها. النصيحة الأولى: عند قيام طفلك بفعل جيد، عززي هذا السلوك بالثناء على العمل بدلاً من التركيز على النتيجة. سيساعد ذلك في تعزيز الشعور الإيجابي بأفعال محددة. مثلاً، قولي له: أنت تسدد الكرة بشكل جيد، بدلاً من أنت أفضل لاعب كرة قدم. النصيحة الثانية: شجعي طفلك على الاستمرار في المحاولة حتى وإن لم ينجح في مهمته بعد بذل عدة محاولات، لمساعدته في تعلم عدم الاستسلام والإصرار في مواجهة المواقف الصعبة.